إلى أخبارنا المتنوعة، حيث اعتقلت مخابرات النظام نواف البشير لمدة يوم واحد وأطلقت سراحه بعد تدخل ميليشيا حزب الله وكفالته. وبحسب موقع بلد نيوز، فإن الاعتقال حصل من قبل المخابرات الجوية في نظام الأسد على خلفية ظهور البشير في صورة يرتدي فيها بدلة عسكرية مع قيادي في ميليشيا لواء الباقر التابع لإيران والمشكل من عناصر محلية تشيعت خلال سنوات الثورة السورية. ورجح المصدر لبلد نيوز أن يكون النظام أدرك أن البشير بات لا يملك أرضية حتى بين أبناء عشيرته تمكنه من تأسيس ميليشيات محلية تكون رديفة لقوات النظام. استشهد عامر قرنو بسبب البرد وقلة الأدوية ووسائل التدفئة في سجون الوحدات الكردية. وبحسب ناشطين، فإن إدارة التجنيد الإجباري لليباجي منعت والده من أن ينقله إلى المشفى لمداوته بعد أن زاره ورأى سوء حالته الصحية. يذكر أن عامر قرنو كان قد هرب من التجنيد الإجباري إلى تركيا ليعمل هناك، ولكن بعد وفاة والدته عاد ليحضر مراسيم الدفن والعزاء، الأمر الذي عرضه للخطف والسوق قسرا إلى التجنيد الإجباري ليستشهد بعدها بظروف سيئة ومخجلة. خرج المهندس رضوان محمد خطيب بعد 5 سنوات قضاها في معتقلات النظام وأفرع مخابراته، وأظهر مقطع فيديو لحظات مؤثرة للقاء الخطيب مع عائلته. فازت مصورة تركية هولندية بجائزة الكاميرا الفضية بعد تصويرها لأطفال سوريين يعملون وسط ظروف صعبة في تركيا. وسائل أعلام هولندية قالت إن المصورة يوكسيل جيكدن فازت بالجائزة التي تعتبر أهم جائزة في التصوير الصحفي بعد أن قدمت مجموعة صور للأطفال السوريين العاملين في تركيا. وقالت المصورة يوكسيل إنها أرادت أن يشاهد العالم وضع اللاجئين وأطفالهم من خلال صورها. عرض 6 فنانين سوريين من مخيم الزعتر في الأردن لوحاتهم في معرض طوابع أمل بالعاصمة عمان. اللوحات رسمت على قماش خيم الزعتر التي كانوا يسكنونها، وشارك بالمعرض 15 طفلا من المخيم. فقط هنا، بل هناك وجوه أخرى حملت فيضا من المشاعر الغاضبة والحزينة والحالمة. فضاءات الألوان في معرض طوابع الأمل تنوعت بين الألوان الزاهية وتلك التي تعبر عن مشاعر الغضب. لوحات رسمها 6 فنانين سوريين على قماش الخيام كانوا يسكنونها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. هاي اللوحة مرسومة على قماش خيمة، خيمة مخيم الزعتري اللي عاش فيها اللاجئ السوري. رسالة للعالم كله أنه نحن مش بس لاجئين وبحاجة لدعمكم ومساعدتكم بالشغلات اليومية، نحن احتياجاتنا اليومية صارت موجودة، نحن ناس مبدعين، نحن ناس عنا قدرات وعنا إمكانيات. 130 لوحة شاركت في معرض طوابع الأمل بعمان، من بينها لوحات ل15 طفل تم تدريبهم على الرسم بالمخيم. من هذه الورشة الصغيرة في قلب مخيم الزعتري خرجت اللوحات التي عرضت في العاصمة عمان. الرسامون هنا لهم علاقة وثيقة ومختلفة بالألوان. حسام الخطيب من إنخل بدرعة لم يتجاوز 16 من عمره، تعلم الرسم في هذه الورشة الصغيرة والتي تضم أيضا محلا للحلاقة.
اللي خلاني احب الرسم بقعد بتذكر ذكريات سوريه هناك مثلا، وهيك بلشت هيك ارسم اتعلم على الالوان، اجي لعند محمد الجغدار مثلا يعلمني شلون هاي وكيف هاي، وبرتاح نفسيا يعني بس اشوف الالوان. حسام تعلم الرسم ضمن ورشات تدريبية من قبل فريق طوق الياسمين المكون من 7 فنانين سوريين من مخيم الزعتري. في أولاد يعني مثلا بيركزوا على ألوان معينة، مثلا لون الحار، الألوان الحارة، الألوان الباردة، هالقصص هاي، فبنعرف إنه هذا الطفل هذا مثلا شو عقليته شو كذا. وحتى مثلا بين الورشة والورشة مثلا بنريح مثلا 10 أيام أو مرات 20 يوم، فالأطفال بيجوا إنه إيمت بتولش، إيمت بنبلش نشتغل، إيمت كذا، فكتير حبوا الفكرة. مواهب فجرتها مآسي اللجوء والحنين للوطن، فهي لم تعد مقتصرة على الكبار بل شملت الأطفال أيضا. من مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، هاني موعد، أورينت نيوز. بهذا نختم حلقة اليوم من هنا سوريا، إلى اللقاء.